السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه معاكم حبايبي من محل سوا. هنيجي بقى هنا لقسم الصواريخ. بصوا كده، الأول هديكوا نظرة كده عليه كله، وبعد كده هنعرف ايه أسعاره كلها. بصوا كده، طبعا احنا قلنا في الفيديو الاولاني قلنا عنوان المحل. احنا هنا في الدور الثاني في مول الهانوفيل او كارفل الهانوفيل، في الدور الثاني في محل سوا، وليهم صفحتهم على الفيس. صح، سوا 2019. انا هوريكم التشكيله وهنعرف الاسعار دلوقتي. بس انا شايفه عروسه دلوقتي طالعه راضية قوي عن الاسعار، عشان كده فضلت واقفه لغايه ما اعرف اسعارهم. نبتدي. طب كده بسم الله كده، يعني ده حاجه زي كده. هو لونه طبعا جميل، بس لونه مش باين قوي هنا في التليفون في الكاميرا. بصوا كده، دي خامه تركي عامل 750، ده عامل 750. بصوا كده، الصالون ده كمان تحفه. نيجي بقى، طبعا قبل ما ننسى برضو كده، الجاكيت ده عامل كام؟ 300. ده عامل 300. بصوا الجمال بقى، ده جاكيت برضو من ابو 300 اسود، وفي منه سيلفر كمان. من الجاكيت ولا من الفستان؟ من الجاكيت في سيلفر، وده قلنا ب 300. بصوا بقى ده كده، طبعا من تحت ستان ومن فوق تل. عامل كام بقى ده؟ 790. 790 يعني فرنجي برضو التاني كده الاولاني ده، صح؟ بصوا كده، بصوا من تحت القصه بتاعته كده برضو، ده كده الالوان. خلي بالكم الكاميرا كمان ظلم الالوان، اللون جميل قوي بيبي بلو، اللي هو البيبي بلو. بصوا كده، ده الكم بتاعه. عامل كام بقى ده؟ ده عامل 830. 830 في منه الذهبي كمان. ده اللي هو القماش الشيفون ده ولا الكريب؟ ده قماش تركي. ده قماش تركي، عشان شايفه الشيفون بتاعه جميل قوي. بصوا كده، اه لا تركي اصلا. بصوا الكسره اللي في القماش دي، وفي اللي هو اللون اللي في منه اللون الزهري، الزهري اللي ورا ده. بصوا الزهري بقى، بصوا الزهري وجماله. كده في اللي هو البيبي بلو ده والزهري من الوانه، صح كده؟ اه. نجي بقى هنا كده، شوف الاول اللي فوق دول، ده عامل كام اللي فوق ده؟ ده عامل 280. 280 اللونين دول بس اللي موجودين؟ اه. واللي جنبه ده 150. وفي منه ده برضو اللون التاني منه. اه. بصوا بصوا بقى كده، بصوا اللون ده برضو، ده من تحت ستان ومن فوق التل. من تحت ستان ومن فوق التل. عامل كام ده؟ 980. ده 980، في منه اللون ده بس. اه. بصوا كده، بصوا التفصيله بتاعت الكم بتاعته. ده ابو 750 الاسود بتاعه، شيك قوي قوي ده. بصوا كده تفصيله من تحت، بصوا شيك قوي. عامل كام قلت لنا؟ ده ابو 750 اللي هو فيه منه الزيتي والرمادي، اللي هو فيه منه الزيتي اللي شفناه اول واحد. أوه. يبقى الزيتي والاسود وفي الرمادي بصوا الرمادي بقى فيه، لا الرمادي اللي احنا وريناها اللي هو احنا شفناه ده. بصوا الكحلي بقى كمان بتاعه على مهلك، بصوا كده الكحلي بتاعه ورا.
والرمادي بتاعه كان تحفة شفناه ورا. بس نفتح بس كده تفاصيله، بس جميل، بسم الله ما شاء الله جميل بصراحة. يبقى كده ده موديل برضو. ده اللي العروسة كانت بتقيسه ده صح؟ بس هي كانت بتقيس اللون النبيتي بتاعه، في منه اسود ونبيتي والكشمير. الكشمير النبيتي بتاعه كمان، معلش نشوف النبيتي بتاعه جميل. بس خلي بقى المقاس العروسة ده. ده اللي كانت بتقيسه العروسة، كان تحفة عليها بصراحة. كام بقى ده؟ 850. 850 كده اهو. ده اللي على المانيكان بره الاسود بتاعه، اللي احنا مصورينه بره على مانيكان الاسود. في حاجة برضو كده، ده برضو من تحت ستان ومن فوق طول. ده عامل 980. ده عامل 980. الوانه ايه بقى؟ مفيش منه غير السيمون والدرجة دي بس. سيمون ونبيتي. الدرجة دي ارق. كان في منه اسود وكان في منه كذا درجة بس خلص. خلاص. ده كده برضو موديل تاني. هو عامل زي دي السمكة من تحت. اصلا ستايل السمكة. عامل 1250. ده عامل 1250. بصوا ستايل السمكة، تحسي زي بتاع عروسة البحر. ايوه برضه الستايل ده. بس اللون ده كمان جميل. ده عامل 800. ده عامل 800. بس كده اللون اللي ورا بتاعهم ده كمان جميل قوي. اللون ده الصنون ده من تحت كمان احلى. بس من تحت كده ده قلت لنا عامل كام بقى؟ 800. 800 برضو. تمام. ودي موديل برضو تاني كده. الموديل ده عامل 700. ده كده عامل 700. بصوا اللون ايه الجري بتاعه. في برضو الموديل ده تركي. تحفة ده. بصوا بقى استني كده نجيبه كده بقى. بصوا كده بصوا الموديل ده تحفة ده. معلش اللي بينا الظهر بقى كده كمان، الظهر بتاعه جميل قوي برضو. بصوا ده عامل كام ده بقى؟ ده عامل 1200. 1200. مفيش منه الا اللون ده صح؟ لا في منه الوان. في منه ايه بقى؟ بيج، وفي منه الموف الغامق شويه. الموف جميل بصراحه قوي. هادي كده اللون الموف بتاعه. الموف بتاعه هادي جدا. بصوا في برضو الموديل ده كده. بصوا من تحت عامل كام ده؟ 600. ده عامل 600. في منه الدرجة دي. ده لون تاني منه. من ورا ده كده موديل تاني برضو.
عامل كام بقى؟ 630. ده 630. ده موديل برضو نازل من تحت كده صك كتف وكتف. ده كتف وكتف. كام بقى ده؟ 600. ده 600. انا متهيألي دول رينج 600 اللي هنا دول صح؟ اه لا في اقل كمان، في حاجة كده عاملة 450. ده كده يعني ده كده عامل 450. اه هنجي كده قصيته اهي السكم بتاعه. وفي الوان ولا هو الاسود؟ لا ده نازل اسود بس. في كده برضو ده عامل كام؟ 580. ده 580. في منه الدرجات ده برضو ابو 580، ده لون تاني منه. في حاجة كده برضو موديل تاني كده برضو بصوا كده 530. ده 530. ده موديل تاني بصوا من تحت كده. وده كام بقى؟ 680. 680. كده زي ما احنا شايفين وريناكوا تشكيلة كبيرة قوي من الصواريخ وفساتين السهرة كده. اسعار كويسة قوي لأي عروسة برضو او لو عندك مناسبة. نسيبكم في حفظ الله.